مساء الخيرات، هذا الخميس الأخير برمضان، عسى الله يتقبل من الجميع ويا رب يثبتنا على طاعته. طبعا الدعاء على الظالم جائز، النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الظلمة وعلى الكفار، على من يؤذون المسلمين، فما في مشكلة الواحد يدعي، يحب يشوف يعني نصرة دين رب العالمين، نصرة عبادة المؤمنين، فهذا من الأشياء اللي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا هي صفة الجلوس في الصلاة، في الافتراش وفي التورك. الافتراش حق بين السجدتين، وفي التشهد الأول اللي أنا أقعد على ريلي اليسار وريلي اليمين على الأصابع تكون على الأرض كذي. لما التورك لا، لها طريقة ثانية، أني أقعد على الأرض وأطلع ريلي اليسار من الصوب، يعني لها طريقة. على العموم اللي ما يقدر يقعد هالقعدة فصلاته صحيحة إن شاء الله، ما في شيء، يعني هذه سنة الأكمل. وللعلم ترى هذه القعدات صعوبتها في البداية لأنها تحتاج مرونة وليونة في الأصابع القدمين، لكن مع الوقت والتعود الإنسان يقدر عليها. لكن لو ما قدر يسويها فما عليه شيء إن شاء الله. نعم، يصير الواحد يكرر الآية إذا حس بتأثر فيها، فهم معناها، تدبرها. يعني هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، حدث لهم، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام كرر آية حتى الصبح، فهو وارد في يعني عن الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام والسلف من بعدهم. أحيانا الواحد جديد تظهر له تجليات، يعني هي له تأثر معين، تدبر، يحس أن الآية هذه أثرت فيه، فما يحب يتجاوزها، يحب يعيدها ويكررها، فما في بأس إن شاء الله. اللي يظن أن الفجر إلى الآن ما طلع، ما أذن الفجر يعني، فأكل أو شرب وبعدين تبين لنا لا والله مأذن، فصيامه صحيح. بس طبعا ما يكون هو مقصر، ها، يعني مو أنه والله قاعد من النوم ما بيأشوف الساعة، خلا أشرب ماي أول بعدين، لا لا لا، هو فعلا شاف الساعة أو أنه ما سمع الأذان عبالة أنه ما أذن، فهذا صيامه صحيح إن شاء الله. سجود التلاوة أولا هو سنة وليس واجب. إذا كان في خارج الصلاة، يعني أنا قاعد أقرأ ختمتي قرآن مثلا ومرت علي السجدة، شو أسوي؟ أسجد مباشرة بدون تكبير، لا في النزول ولا في الصعود ولا في سلام، بس مجرد هوي نزول للسجود على طول. اللي أقوله في أذكار معينة للسجود التلاوة، ممكن واحد يشوف، يعني ما أقدر حين اللي هو سجد وجه الذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه إلى آخر الأدعية. ولهذا يعني يجوز لسجود التلاوة ما لا يجوز في السجود العادي، يعني مثلا على غير طهارة، مثلا قاعد أقرأ من حفظي وبسجد، المرأة بدون حجاب تقدر تسجد، بل بعض العلماء حتى قال لو على غير القبلة يعني، لكن الواحد يتحرى هالأمور. لكن احنا اللي بنوصل له ان الشروط اللي في السجود اللي في الصلاة مو نفسها تنطبق على سجود التلاوة، سجود التلاوة مختلف، وهذه بعض احكام اللي ذكرناها. ما راح نقدر نخلي رمضان يعيش معنا على طول واحنا نعيش بنفسية رمضان، صعب، لكن احنا ممكن نستفيد من رمضان حق باقي العمر او باقي السنة على الاقل، اللي هي الاشياء اللي تعودنا عليها، الخير اللي احنا بدينا فيه انثبته في حياتنا لو قل المقدار. يعني احنا صلينا قيام وصمنا وختمنا، بعد رمضان نسوي هالاشياء لو باقل، بدال ما اصلي ساعة ولا نص ساعة لو اصلي لي ركعتين، بس ما اترك قيام الليل. إذا ما أقدر أختم كل شهر أو كل أسبوع ما يخالف، بس على الأقل أحفظ لي ورد من القرآن أحافظ عليه أقرأ. الصيام نفس الشيء، خلي لي لو 3 أيام في الشهر، فنحافظ على أصل العمل اللي بدينا فيه. لو ما وصلنا لنفس المقدار بالمضال، لأن الأجواء تختلف طبعا، فواحد ما يقدر يسوي هذا الشيء. أي إنسان فطر لعذر، مرض مثل حامل، مرضع تخاف على جنينها، المهم أنه فطر لعذر معين، شنو يسوي عقب رمضان؟ يقضي ولا يطعم؟ ما يجوز للإنسان أن يطعم مسكين عن يوم صام برمضان إلا إذا كان عاجز عن الصيام، وهذا العجز يكون في عذر موجود. يعني مثلا طبيب يقول له أنت ما تقدر تصوم طول عمرك، خلاص فيك مرض ما تقدر تصوم، هنا إحنا نقول لا تدفع اللي هو إطعام مسكين عن كل يوم. أما واحد والله حس أن أيامه وايد ما يخلق، لا مو كيفك، القضاء لابد منه، فعدة من أيام أخر، ما نلجأ إلى الإطعام إلا إذا عجز الإنسان عن الصيام بالمرة طول عمره. ممكن الطبيب يقول له يمكن بعد سنة تقدر تصوم، تنطر سنة ما تدفع إلى أن الله يشفيك وتقدر تصوم وتقضي اللي عليه. طبعا هذه مسألة خلافية، هل نقرأ الفاتحة وراء الإمام خاصة في الصلاة الجهرية؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى، الراجح في المسألة أنها ما تقرأ، يعني أنت طالما وراء الإمام بالجهرية تسمع قرأ الفاتحة آمين، والسنة أصلا أنه ما يعطيك فتشة ولا يعطيك مجال تقرأ الفاتحة، ويبدأ على طول، فأنت تسمع. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنت اسمع للإمام وبس. يعني أخوي عسى الله يحفظك، الواحد بيستمتع في صلاته، أنت ليش تروح وداخليا مو مرتاح؟ يا أخي ما أنت ملزوم، غير المسجد، بيوت الله كثيرة ترى، روح ورا إمام ترتاح له، سواء في قراءته وصوته، طول الصلاة وقصرها. أما أنت تصلي، تخيل أنت نفسيتك كل يوم رايح وأنت كاره الصلاة، لا تروح، صل في البيت أحسن لك. يعني وين أثر الصلاة بيكون؟ وين الخشوع؟ وين مش فائدة صلاتك اللي قاعد تصليها؟ أنت هالشيء قاعد ترى مو فرضية، فاللي قاعد تسوي كلش ما له داعي، خاصة أنك أنت
قاعد تستغفر الله يعني تكره نفسك بالصلاة ورا الإمام ولا بس إن أنت ذكرياتك عن التراويح شنو مو حلوة، شعورك تجاه القيام مو حلو، أنت خلقت في نفسك شيء بايخ، فيا أما تصلي في البيت بروحك ولا دور لك مسجد ترتاح فيه أو أحسن لك من اللي قاعد تسويه أنت بحالك. اي نعم يصير الواحد يقرا ختمته ويكملها، يعني مثلا اقرا بالمصحف هذا بعدين اكمل مصحف ثاني، اكملها بالتليفون، اكملها بصلاتي، اكملها المهم اني قاعد اقرا سواء في صلاه ولا غير صلاه، وربي سهل ويوفقنا حق الختمات. لا هذه الاشياء كلها ما تفطر، لا الكريمات ولا العطور، ولا العطور اصلا عطور صجيه ما تفطر، فما فشلون لما نقول ريحه في الكريم يعني ما له شغل، ما يفطر ان شاء الله. طالما انت صايم فدعاء الصايم مستجاب صبح وليل، طالما بنت برمضان فالدعاء مستجاب، فاذا اضفنا له بعض الاشياء يكون اقرب للاجابه، مثلا في السجود في الثلث الاخير بين اذان الاقامه، ولا في الدعاء مستجاب ان شاء الله في اي وقت طول رمضان. الحمد لله هذا فضل الله، واحنا نذكر بهذا الموضوع الالف ايه في ليله يكون من المقنطرين خاصه برمضان، يعني ايام فضيله وليالي مباركه، واللي ما سواها لحد الان اخواني وخواتي اللي ما قام ترى الخير بكبار، احنا للحين ليله 26 ليله 27 ليله 28 29 وان شاء الله 30، فحرصوا على الاقل لو ليله تصلون بألف ايه تكتبون من المقنطرين، يعني لا قناطين من الاجر شيء ما يحسب. وقلنا هذا يعني الموضوع شلون نسوي وشرحته بفيديو وبسطناه، ان شاء الله ممكن ننزل فيديو مره ثانيه بعد ما خلص فقره الاسئله، عسى الله يتقبل منه الجميع يا رب. إذا بدون مبرر يعتبر سوء ظن، مو بس كذي دخلك بوسواس يا أخي، لا تظن أن كل الناس يبون الشر فيك ومتربصين لك وتعيش كذي خوف ورعب، ليش ليش يعني ما في أحد الدنيا زين ونيته طيبة غيرك أنت، في ناس كذي ما يأخذ من أحد ما يخاف أن حاطين فيه شيء، الله يعينك يعني شل نفسية والوسواس اللي أنت قاعد تعيشه، وليش سوء ظن بالناس إذا والله لا أو في إنسان مجرب معروف هذا يتجنب لا تروح أصلا، لكن بشكل عام واحد أعطاك أكل هدية شيء ليش يصير هذا الأصل أني أنا لا ما أرفض، يعني مو سالفة قضية شرعية يعني، بس يدخلك ترى بوسواس بعدين في تعاملك مع الناس، يدخلك بمشاكل ما تعرف تعيش ما ترتاح إلا تكون بروحك. إيه هذه من الأشياء اللي تكلمنا عنها قبل رمضان لما كنا نقول إن نحط واحد يحط الجدول البرنامج، لا تضغط نفسك على أبو أنا بأكثر عمل وأبي أجر، تضغط نفسك بحيث أنك تحس طول اليوم بتوتر ومشدود ويا رب أخلص ويا رب ألحق، وين السكينة؟ ترى العبادة فيها طمأنينة هدوء تمعن تفكر ركادة، أستشعر وأحس بلذتها، أما هذا الضغط النفسي أقرب سرعة أصل كله مستعيل كله، ليش 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 تحط شيء أوفر بالنسبة لك فوق طاقتك؟ يخلص رمضان أوكي سويت أعمال وايد، بس وين المشاعر؟ وين السكينة؟ وين الراحة؟ وين الهدوء؟ ما أنت محصلها، فحط الشيء اللي يناسبك شوي اعلى من طاقتك على اساس تكون يعني طموح، بس مو لدرجه انك انت تعيش مشدود ومتوتر بس تبي تخلص اللي عليك وتقفل البرنامج اللي انت حاطه، ما له داعي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه له راي في المساله، يقول اذا كان الغسل واجب فيغني عن الوضوء، اما اذا كان الغسل مو واجب لا لازم تتوضا. غسل واجب يعني غسل جنابه، غسل من الحيض والنفاس، يعني غسل واجب هذا اي يشيل الوضوء عنك، لكن انا والله بتبرد بتنظف كذي سباحة عادية لأني لازم تتوضع. طبعا الصاع يعتبر عن حجم يعني ملة طاسة اسمها صاع كبيرة شوي، الكيلو هذا وزن، فتقديره يختلف حسب الأكل، يعني صاع العيش مثلا قدره بكيلوين ونص إلى ثلاثة، لكن يكون صاع التمر راح يختلف، صاع الشعير يعني يعتمد، فهو حجم معين. أما العيش بالنسبة لنا الكويت يعني في الغالب قدره بكيلوين ونص إلى ثلاث كيلوات في يعني في الرينج هذا. أول شيء شلكم في المصحف الملون هذا شحقة يعني تركوا مصحف الله وايد، أما التزام بالألوان ما له شغل، لا والأفضل صراحة تركوا هالمصحف، يعني لا تحرصون عليه ولا تشترونه ولا تهادون أحد، يعني ما هو من الأدب مع القرآن هذه الألوان الكثيرة في المصحف على بنا والله نوزع المواضيع وكذي، لا خلوا المصحف العادي على أصله وعلى إعدالة يعني. وهذا في حتى فتوى الشيخ ابن عثيمين الشيخ العثمان الخميس الله يحفظه تكلم عن هذا، وأنه ما يفضل هذا المصحف، ممكن يعني يرجع لها. أذكار صلاة العشاء بعد صلاة العشاء في فتشة، يعني ما في إمام يسلم العشاء يقوم صلاة التراويح على طول، الكل يصلي العشاء يقول أذكاره يتسنن يصلي سنة العشاء بعدين يصلون التراويح، فعند الله ساعة إن شاء الله، عسى الله يحفظها ويصلحها. عليها تقضي اليوم هذا اللي بعده وعلموها بس بالراحة، يعني انها تستغفر ترى هذا غلط، انت الحين المفروض ما تفطرين على كنك تصومين حاجة حالك بقى، لكن يمكن بحكم عمرها مرات ما تقدر او تتعب، فبالراحة شوي شوي عليها، يعني وضحوا لها ان عملية اصلاح الخطأ
يعني مقدور عليه، ممكن علمون يعني نعلم عيالنا أنه في حياتنا مو أنك ما تغلط، لا علم أنك إذا غلطت شو تسوي؟ تستغفر الله، تصلي ركعتين، تعدل الغلط اللي سويته، يعني تقضي اللي عليك. فخلنا نعلمهم أن رب العالمين يتقبل المخطئ لو عدل، لا 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 نشدد عليهم في الموضوع، باكر يحسون أن الواجبات الدينية تكليف ثقيل، ولا نحببهم فيه ونعلمهم لو أخطأ شنو ممكن يسوي. وعسى الله يصلحهم يا رب، عسى الله يرحمه ويغفر له ويرفع درجته وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين، ويطول أعمارنا على طاعته. إيه هذه بصراحة من يعني اللفتات الحلوة، طرق التعبير الجميلة عن الحب، أني أنا دعيت لك، أنا سويت كذا، يعني شيء يبين لك أني أنا ذاكرك وأحبك، تشاركني الأجر ولا أنا ناسيك، شيء حلو ترى يجمع القلوب على بعض، احرصوا عليها. القيام أصلا صلاة وقرآن، يعني أنت قاعد تقرأ قرآن في الصلاة، وإذا على ختمتك مثلا أنا أقرأ، أخذ المصحف وقرأ، يعني اللي بتقرأ أنت في المصحف ختمتك مثلا، كبر وصل قيام والمصحف بيدك ولا قدامك على ستاند وقرأ، كمل ختمتك في صلاتك، فأنت كسبت صلاة قيام وكسبت القرآن وختمتك إن شاء الله. عسى الله يتمم عليكم ويبارك لكم. طبعا هذه أخت نصيحتي لك، خلي بيتك اللي هو زوجك وإن شاء الله عيالك مستقبلا بالنسبة لك رقم واحد، رقم واحد أهم شيء في حياتك هذا العين. إذا حطيتي هذا في بالك تتوفقين بإذن الله، راح تعطي من نفسك، الزوج راح يحس بهذا الحرص، راح يبادل نفس المشاعر نفس العطاء، لا يصير أي تعارض مع البيت والعيال أقدم أي شيء على، لا لا لا، دائما لا تقدمين شيء على بيتك وزوجك وعيالك. عسى الله يوفقكم يا رب. إيه صير تكمل الختمة من المصحف هذا والمصحف اللي بالمسجد ومن تليفونك ومن الآيباد ومن حفظك، تقرأها وانت قاعد تقرأها بصلاتك، كل هذه إن شاء الله ختمة بإذن الله. يجوز الاقتصار على الفاتحة في صلاة السنة وحتى الفرض، لكن ترك سنة يعني خاصة في الركعتين الأوليين من السنة تقرأ سورة، لكن لو واحد ما قرأ فصلاته صحيحة، صحيح ترك سنة لكن صلاته صحيحة وما عليه شيء إن شاء الله. أنا ماني عارف شنو تقصدين أختي بالفتن اللي واحد يتعرض لها، لكن ألزم على الإنسان دينه، يعني إذا حسيتي أنك واصل مرحلة ممكن أخسر ديني، ممكن أقع في معصية ولا في حرام، لو تتركين وظيفتك ودوامك تحافظين على نفسك ودينك، وما في مقارنة يعني، هذا أبرك لك، هذا بالشكل العام أنا أتكلم، لا حد يعني يساوم على دينه أي شيء ثاني، لا وظيفة لا دراسة، هذا ديني، أنا أدرس وأتوظف عشان أقدر أعبد ربي سبحانه وتعالى، فإذا كانت الوظيفة ولا الدراسة هي قاعد تخرب ديني بلاها، أسافر برا أخاف أتوهق، لا تسافر لا تدرس برا أقعد هني، أتوظف بهالمكان بهالدائرة بهالوزارة فيها فتن، لا أطلع ماكو مكان، إن شاء الله قاعد في البيت، هذا دين ما في لعب، واحد ممكن ترى يموت بأي وقت على الأقل يقابل ربه سبحانه وتعالى ودينه محافظ عليه. موضوع قطرة الخشم يعني هذه فيها خلاف بين أهل العلم، البعض قال أنها تفطر والبعض قال أنها ما تفطر، لأن حتى لو اللي شيء ينزل هذا يعتبر بسيط. البخاخ أسهل من القطرة بعد، لأن البخاخ يعني الجريان اللي بالأنف من القطرة أخف، البخاخ في الغالب ينتشر في يعني جدار الأنف. إحنا نقول إذا قدرتي تخلينها بعد الفطور فأفضل، لكن إذا وصلت للمرحلة أنك أنت لا تعبانة جدا ومو قادرة إلا أنك تأخذين البخاخ، فإن شاء الله يعني ما يكون في حرج بإذن الله. طبعا الأفضل هو المسجد الأقرب للبيت، لكن أحيانا الواحد يدور قلبه، يعني أنا أرتاح أصلي ورا الشيخ ذاك، صوت هذا أحبه، خاصة المسجد اللي عند بيتي يمكن يكون قرأت الشيخ عادية يعني، فما يمنع أن الواحد يروح مكان يعني يرتاح له، بس لا يصير الموضوع يعني احنا نسميه التنقز، يعني زرزور كل يوم بشارع مو انه حرام، لا لا، مره بصلي عند الشيخ هذا مره عادي عادي ان شاء الله، لكن تعرف انت المواصله عند شيخ المتابعه معه الاستمراريه قد تكون اريح لك. ومع هذا نقول اذا كان والله الاريح لك ونشوف اني انا مستانس ومستمتع الصلاه مره بصلي عند الشيخ مره، الله يوفقك الله يوفقك، المهم انك انت شوف الاخشع، يعني ما هي سالفة موضة والله بنروح وسولفنا وصلينا وما شاء الله، لا لا مو سالفة، يعني أنا بقول بس عشان أتكلم بالدواني عند الربع، أنا أحس فعلا والله يعلم أنه أرتاح وراء الشيخ أصلي وراه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة مو مشكلة، العبرة في هذا كله وين الأخشع والأصلح لقلبك، حتى لو كان في بيتكم صلوا ببيتكم.